تحية لكم مشاهدينا الكرام، وتحية لكل من يحرص دائما على متابعة برنامج قهوة الصباح. نحن بكل تأكيد من محطة إلى أخرى نقترب من تفاصيل كثيرة. الزراعة في سلطنة عمان مفردة مهمة ولها مساحات كبيرة في سلطنة عمان، وأسلوب حياة ستجد في كل ولاية من ولايات هذه محافظات سلطنة عمان. الكثير من أبناء هذه السلطنة مهتمين بالزراعة، ولكن أن يهتموا بالزراعة على الأسطح فهذه مفردة نوعا ما تستحق المتابعة والحديث عنها حول هذا الموضوع. معنا نبيل بن محمد أو نبيل بن عبد الله البلوشي، مهتم بزراعة الأسطح والزراعة المائية. صباح الخير يا نبيل. صباح النور والسرور. يا أهلا وسهلا. من المعبيلة؟ نعم الحمد لله. ومهتم بزراعة الأسطح، فكرة الاهتمام قبل الزراعة أساسا كيف أتت إلى نبيل؟ والله بداياتي أنا بدأت وأنا كنت يعني ولد صغير. كان الوالد الله يرحمه كان محافظ على هذه النقطة، كان يشجعنا على أن نمارس الزراعة، سواء كانت زراعة في الأرض أو في أي مكان ثاني. فكانت بدايتي وأنا طفل صغير بدأت فيها، ومع الوقت سبحان الله بدأت يعني أتخذ أو أتجه لزراعة الأسطح اللي كان في 2014. من ثم تدرجت إلى زراعة المائية اللي هي نفس زراعة الأسطح بس بأسلوب مختلف. جميل. خلينا نتحدث عن زراعة الأسطح، فكرتها يعني أهدافها، ليش بالذات أساسا المفروض أن الواحد يزرع في الأسطح بشكل عام؟ استغلال للمساحات. إذا نحن ننظرها من هذا المنظور، إن نحن عندنا مساحات ضائعة كثير. يعني خصوصاً نحن الآن في فترة صارت الناس ما عندها مساحة تزرعها في بيتها، فأحد الأماكن اللي نقدر نستغلها أسطح المنازل. بالكاد يعني مساحتها تكون من بين 100 إلى 200 أو 300 متر ضائع غير مستغل. ففكرة جدا ممتازة إنك تزرع فيه ويكون في عائد للأسرة خلال فترة يعني زمنية محدودة. نعم. الحديث الآن عن هي الزراعة المائية بوجهان لعملة واحدة، هي وزراعة الأسطح تقريبا، لأن نستطيع القول أن زراعة الأسطح تنقسم إلى قسمين. ترى ممكن أيضا تكون في الأسطح وفي أماكن أخرى. أيوة يعني أيضا في أماكن أخرى. على سبيل المثال عندنا نحن زراعة الأسطح يمكن تكون في أحواض زراعية اللي هي عبارة عن تربة داخلها وتزرعها هنا، وأيضا نستطيع أن نزرع في عن طريق الزراعة المائية اللي تكون في أوساط زراعية خالية من أي أسمدة أو معادن زراعية، وكل الحالتين يعني مجدي وفي عائد من وراها. جميل. متابعة الزراعة المائية تختلف عن الزراعة المعتادة عليها بكل تأكيد. نعم، في تحديات مختلفة، في أساليب مختلفة، وفي بعد شيء أبرز التحديات والصعوبات اللي ممكن تواجه شخص يبدأ بفكرة الزراعة المائية أو زراعة الأسطح؟ زراعة الأسطح إذا ننظر لها بشكل عام، أول تحدي يواجهنا في منطقتنا هو درجات الحرارة المرتفعة، وأيضا تيارات الرياح اللي تكون عادة في فترات اللي هي المنخفضات الجوية. فلا بد الواحد يأخذ في الاعتبار أنا بزرع في السطح لازم أوفر حماية قدر المستطاع عن طريق بيت محمي مغلق، أو مثلا عن طريق توفير المظلات. نعم. لتخفيف مثلا درجات الحرارة ومصدات هواء مثلا. ونفس الفكرة مثلا في الزراعة المائية في أيضا تحديات أخرى، من ضمنها مثلا توفير الأسمدة الخاصة بالزراعة المائية، وأيضا درجات الحرارة. الزراعة المائية جدا حساسة لدرجات حرارة مرتفعة على عكس الزراعة في الأرض أو في أصول زراعية. بمجرد ما يرتفع عندنا درجات الحرارة تبدأ النباتات تتأثر، بحكم أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على درجة حرارة الماء. نعم. كل ما زاد درجة حرارة الماء تبدأ العناصر الموجودة في هذا الماء بالخمول، فالنبات ما يقدر يمتصها وما يقدر يستفيد منها. أكيد هناك أنواع معينة من النباتات اللي نتيجتها أكبر في الزراعة المائية. نعم. هل هناك أنواع معينة أو ممكن أي نوع بالضبط من أنواع النباتات؟ معظم أنواع الخضار نستطيع القول، ويمكن بعض أنواع الفواكه تنجح في الزراعة المائية. على سبيل المثال نحن عندنا الورقيات الخضار اللي هي الخس والجرجي والكزبرة وغيرها من الأنواع، هذه ناجحة 100% وجدا سريعة الإنتاج. يعني إذا عملنا مقارنة بين الزراعة التقليدية لهذا مع الزراعة المائية، مدة الحصاد تكون في الزراعة المائية في حدود 5 إلى 6 أسابيع،
بينما في الزراعة الأرضية حدود الشهرين تقريبا. جميل. خليني أيضا أقول لك مثلا أنا الآن قررت أني أدخل في موضوع الزراعة المائية، ماذا أحتاج بالضبط؟ إذا نبدأ مثلا تحتاج إلى أول شيء لابد أنك تعرف وين تزرع. مكان الزراعة جدا مهم. إذا كان مثلا في السطح لازم نأخذ في الاعتبار وصول أشعة الشمس الكافية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لابد أن نعرف نوعية الزراعة اللي أنا راح أقوم بها، مثلا هل هي ورقيات أم هي ثمريات، لأن كل نظام له كل مثلا محصول له نظام الخاص، فلابد أن أختار النظام المناسب لي. من ثم عد نبدأ نشوف أنواع البذور اللي أنا أزرعها. لابد أن أنتخب البذور السريعة الإنتاج، غزارة عالية في الإنتاج، تتحمل الآفات الزراعية، ومن هنا عد نبدأ مثلا نجهز الأنظمة اللي نحن نحتاجها. إذا كانت أنظمة للثمريات، إذن أنا أجيب لي نظام الثمريات وأبدأ أضع فيه الشتلات المناسب. وأيضا عندنا مسألة المتابعة، لابد أني أتابع بشكل دائم، ولازم يكون عندي برنامج ري محدد في النظام الزراعة الماء، يعني مثل الزراعة التقليدية مني أنا أخذ وأعطي الشجر زيادة عن حاجته. لا، الزراعة المائية لابد أن نضبط الري، إذا زاد الري راح يكون عندي مشكلة، إذا قل الري راح يظهر عندي مشاكل أيضا. فلابد مسألة الري يكون يعني ببرنامج، وفي نفس الوقت يكون مثلا مربوط بمؤقت، يعني بحيث أن أنت إذا ما موجود في البيت تستطيع أنك يعني الزرع يحصل الماء، وما تكون العملية أكثر تنظيما. أكثر تنظيما، نعم. أنت كيف حولت هذا الشغف إلى اهتمام وتنفيذ على أرض الواقع؟ والله القصة بدأت في 2014. أنا كنت أمارس زراعة عادية، فبدأت أبحث يعني في الإنترنت عن طرق جديدة في الزراعة، فلاحظت أنه في طريقة اسمها زراعة مائية، وكانت في ذيك الأيام يعني قليلة ما موجودة في عندنا في سلطنة عمان، كان جدا قليل بالكاد، يعني المزارع الكبرى كانت تطبقها. فبدأ اهتمامي من هناك، فبدأت أصمم نظام بنفسي، كان أول نظام أصمم بنفسي، وحتى القطعة ما حصلتها هنا عندي، فاضطريت أني أطلبها من الخارج. فصممت النظام الأول لي وبدأت فيه، وفشلت في أول تجربة لي، بس الحمد لله هذاك الفشل اللي فشلته كان بداية لنجاحات أنا وصلت لها الحمد لله خلال آخر 5 سنوات. الهدف القادم كيف؟ الهدف القادم إن شاء الله تطوير في نفس المجال، توجه إلى أن أكون تجاري أكثر، لأن هذا النوع من الزراعة له عائد جدا كبير. نحن نتكلم عن مساحة يمكن 100 متر، أنت تستطيع أن يكون عندك اكتفاء ذاتي خلال الموسم، يمكن نعدد من 3 إلى 4 أشهر يكون عندك اكتفاء ذاتي منزلي وفائض عن الحاجة. بعد يعني نستطيع أن هذا الزائد عن الحاجة نتبرع به، أو أنه نبيعه إذا في مجال مثلا. جميل. نبيل بن عبد الله البلوشي، مهتم بزراعة الأسطح والزراعة المائية، شكرا لك، وإن شاء الله كذا نشوفك متخصص أيضا في هذا المجال. شكرا لك. إن شاء الله. أشكركم على الاستضافة. شكرا، يعطيك العافية نبيل. أكيد مشاهدينا الكرام، الفكرة قد تصبح مشروع كبير في قادم الوقت، عليك أن تبدأ فقط. ونحن أيضا في برنامج قهوة صباح نقدم هذه الرسائل، مفادها بأن أبناء عمان دائما قادرين على العطاء في مختلف المجالات. قهوة الصباح معكم كما ينبغي، فابقوا معنا.